مرمتنا اليوم بلبنان احلى بلد بالعالم، بلد الشمس والطقس الحلو والثلج والبحر وكلهم بنهار واحد. رح نبلش مرمتنا من اكروم، منجز، بسبينا، نكفي على فنيدق ونخلص باميون. رحلتنا اليوم مع UNGP مبادره بتمويل من الحكومه الالمانيه عبر البنك الالماني للتنميه بمساعده AFDC ودعم كل الجهات المحليه وكل البلديات وكل اللجان يلي خلقتها UNGP بالضياع. احمد يا هلا، مين ما كان في يجي يتروق عندك؟ اكيد أستاذ أنتوني، مثل ما انت جيت استقبلناك بنستقبل غيرك. يعني نحن ضيعت اكروم هون، ضيعت الكرم والضيافه، حتى اذا هو بيحب التراث وعنده هيك الرجوع لورا بالزمن حي عن جد كمان حيعيش. يصل عندك بطيعة. تستقبله، بتهتم فيه، بتروقه، بتبرمه، واذا بده ينام هون في منام. اكيد اهلا وسهلا. هيدا التريل كان قديما مرسوم هيك خط اجر، كانوا النسوان عنا بالضيعه يجوا ينزلوا تحت على وادي السبع على النهر، يغسلوا ثيابهم، يعبوا جرار المي، بيطلعوا هن حاملين على ظهرهم جرات المي، فلهيدا السبب سموه معبور النسوان. وهلا مثل ما عم نشوف بالصور والفيديوهات تهيأ وصار سالك تقريبا لكل الاعمار. يعتبر هيدا التريل من محطه النير نزولا لوادي السبع. من احلى التريلز اللي شايفهم، لك اللون الأرض والخضار كيف مبين، شو حلو من فوق. هيدي اللوحة بابلية تعود لحملة نبوخذ النصر لما مرق ببلاد ما بين النهرين، هيدي ما قبل 550 سنة قبل المسيح. هيدا التريل من هون بلشنا، بلشوا يعملوه. هنروح هيك بالمحاذاة لنصر على المغار. للناس اللي وصلت على اكروم، اول شيء اكروم بدها تقريبا بيروت ساعتين ونص توصل لهون على اول الضيعه، وبعدين بتصف السياره وبتطلع في الجبال الحلوه. صحيح. قديش طول الوادي كله سوا؟ اول ما بتكمش الوادي بتصير بدك تطلع 2 كيلو وبترجع 2 كيلو، يعني مسار الهايكنج يعتبر هو 4 كيلومتر. وعلى طريق انه بنقدر نشوف المغاوير والكهوف والنواويس القديمه. هيدا الدرب الثاني، درب القلعه، ببلش من هون، عملوه شغل اهل الضيعه فعليا. يعني كانت هيدي الغابه قديش حلوه، قديش حلو المشي فيها، وبتعرف انت اليوم موقع اثري قديش حلو الوصول له. فهيدي التريل كانت هي الشيء المسهل لانه نوصل لهيدي القلعه. ببلش من هون، بيمتد على كيلومتر طلوع، بنطلع من ارتفاع 900 تقريبا لل 1020 متر عن سطح البحر. من هون ننطلع على القلعه. ياب. ما فيكم تتخيلوا العظمه، ما فيكم تتخيلوا الشمس والوانها، صوت الهواء، هالشجر، العصافير، الطبيعه بحله رائعه. عم بتعدوا معي كم قلعه في بلبنان. بكل حلقه بنكتشف وحده جديده، وصاروا تقريبا اكثر من 15 للناس اللي بتفكر انه بلبنان في قلعه بعلبك وفي كثير غيرها كمان. اشياء رائعه، خضار بيعقد، فطر عظيم. نحن من هون رح ناخد السيارة ونكفي مشوارنا بمنجز. ساعة بتشوفوا الحجر الأسود والخضار اللي وراي بتعرفوا حالكم وصلتوا على منجز. ساعتين من بيروت، ضيعة رائعة بلشت معنا من مئات ألف السنين بالقبور الميغاليتية، كفت على المعبد الروماني، واليوم بتاريخ الزمن الجديد بتشوفوا البيوت القديمة الحلوة، الحجر العظيم، والشعب اللي بيعقد اللي بيستقبلكم على لقمة طيبة، جست هاوس تقدروا تناموا أو بيوت ضيافة، وكمان فيكم تقضوا نهار كتير طويل وتتمشوا بالشوارع الضيقة. نحن على منجز صرنا جيدين كتير، وبسوق ساعتين والضحكة على وجهي. خلينا نكتشفها سوا، أكيد منبلش بترويقها. المونة بمنجز منحضرها كستات نحنا، كل وحدة لحالها، أوقات مع بعضنا جروب، أوقات إذا وحدة حضرت لحالها منجيب منعرضهم هون بالمتحف. مجتمع مع بعضنا، منحط إيدينا بإيدين بعضنا، العيال كلها مع بعضها، وكل ضيعة بلبنان من هاي 1200 ضيعة الموجودين بلبنان عندها مونة مختلفة، وكلنا سوا إيد بإيد منحافظ على إرثنا المهم يلي هو مونتنا، أكلاتنا وسقفتنا. هيدي الترويقة منحضرها لحيالة شخص بحب يجي لعنا نتأهل فيه نحن ببيوت الضيافة، ومنعمل لهم ترويقة كلها من منتجات ستات منجز، حتى الخضرة من منجز، والمكدوس والزيتون كله من شغل ستات كمونة بيشتغلوا.
خي أنطوني، اليوم عندنا معبد الرب جعلوك اللي معمرة بالحجر الأسود البازلتي، هي القلعة الوحيدة الموجودة بلبنان، معمرة بالقرن الأول ميلادي، وبدنا نشوفها. وعندنا القبور الميغاليتية اللي بيعود تاريخها ل 3500 سنة قبل الميلاد. عندنا دير سيدة القلعة، وعندنا القلعة الصليبية اللي موجودة وراها كمان. ومنشوف نحن الحدود اللبنانية السورية من دير سيدة القلعة بتبين علينا. وعندنا الطاحونة اللي موجودة كمان على مجرى نهر الكبير. وفي كتير معالم سياحية بالضيعة مثل الطبيعة، إذا بدنا نمشي في دروب المشي عندنا كتير إشياء فينا نشوفها. عندنا نهار مليان. أهلا وسهلا فيك. نحن هلأ متواجدين بمتحف منجز، متحف انعمل فكرة لأنه في القبور الميغاليتية اللي إلها كتير أهمية موجودة بضيعتنا. في أكثر من 85 قبر موجودين بعيد تاريخهم ل 3500 سنة قبل الميلاد. في ناس بتقول لا، لهني 10000 لل 10000 بيوصل قبل الميلاد. نحن بمنجز عندنا تاريخ بتربية النحل، يعني من أيام يمكن جدودنا وجدود جدودنا موجودة، من أيام تربية النحل بخلايا الفخار والجرون العشوائية لحد ما بلش التربية الحديثة بخلايا الخشبية اللي هي معروفة خلايا لانجستروس. منتجات النحل عندنا، نحن إجمالا بنشتغل على كل منتجات النحل. عندنا العسل هو شغلة، غذاء الملكات جيلي رويال كمان بنشتغل عليه، البولين أو حبيبات اللقاح، والعقبر أو البروبوليس وسمى صبغ النحل. نحن منبلش بالعتلي، منزيح البرواز شوي، نرجع نحمله بهالطريقة. هيدا النحل اللي عم نشوفه نحن هون، هيدا عسل. عسل بعد ما نو جاهز للحفظ، بس يصير جاهز للحفظ النحل بيعمل له ختم بالشمع، بأجود أنواع الشمع اللي بشكل إنه بينحفظ لا يمكن لمئات وآلاف السنين. ونحن إن شاء الله بمنجز قريباً رح يكون عنا عند أحد النحالين مركز للسياحة النحلية. سلسلتهم عظيمة وصور رح ندوق يمكن أكثر من 15. يا سلام. نحن هلأ عم نشوف الحرش الأسود، الغابة السوداء، الحرش الغار اللي هي مساحتها بتعود لل 485 ألف متر مكعب. عندنا بالحرش متعدد أنواع الشجر الموجود فيه، عندنا أكثر من 5-6 أنواع موجودين بقلبه. عندنا منهم الغار، عندنا السنديان، عندنا العفص، عندنا الملول، عندنا اللبني، عندنا السجرق، وعندنا الأطلب. هول أكثر شيء متواجدين بقلب الحرش. نحن واقفين أمام كنيسة النبي دانيال المعمرة بالحجر البازلتي الأسود. هني في بلبنان كنيستين، واحدة هون واحدة بحدث جبة تعود لاسم النبي دانيال. الكنيسة معمرة بسنة 1882، عاد ترميمها كذا مرة. نبي معبد الرب بيت جعلوك، هو معبد روماني معمر بالقرن الأول الميلادي. هو المعبد الوحيد بلبنان اللي معمر بالحجر الأسود البازلتي، وفي بقلبه مرق عليه كذا حقبة، الإسلامية، المسيحية، الماسونية إذا بدنا. هو في عواميد بيشبهوا بالشباه بيشبهوا قلعة بعلبك، ولكن كلنا مهدمين. إذا منشوف القواعد تبعها موجودة، ومنشوف الحجارة كلها موجودة بعدها هون. عندنا شيء مبين، شيء منه مبين، في شيء تحت الأرض. نهار طويل، نهار عظيم، تعرفتوا معي على منجز. منجز يلي عظيمة، منجز يلي رايقة، منجز يلي فيها أشياء كتير حلوة تعرفكن عليها وتفرجيكن إياها. عكار منطقة بعيدة شوي يمكن من سيئة، بس هي كتير مهمة لوجود لبنان. فيكن تجوا وتقضوا وقت كتير حلو، بتبروا من ضيعة على ضيعة على ضيعة وبيستقبلوكن مثل كأنكم من هون. وصلنا هلأ على فنيدق. فنيدق غابة العزر، منشان هيك جبت معي كاميرتي، بيطلع صور ولا أروع من هيك. واحدة من أحلى غابات العالم. الغابة اللي احنا فيها هلأ هي من أجمل غابات لبنان والعالم، لأنه هي الفريد من نوعها في لبنان. مساحتها حوالي 1,000,000 لـ 1,500,000 متر. الغابة قمة في الجمال، في الهدوء، وفي يعني الأكسجين المضاعف فيها، لأنه طول الشجرة 35 متر. الأماكن اللي ممكن تنزار بفنيدق بهالغابات هيدي: غابة العزر، غابات الأموعة، وتقول غابات يعني الشوح، الأرز، التنوب، الصنوبر، اللزاب وغيره من الأشجار.
عندنا نبع رئيسي يعني فريد من نوعه حتى بعكار بقوة المياه وبالمغارة الموجود فيها 400 متر لجوة، الشكل الصخري لها رائع جدا. عندنا سهلة الأموع حوالي 113 ألف متر حول جبال، كلها بين السهل هذا في جبال مكسوة بأشجار الشوح واللزاب وغيرها من الأشجار. نحن بنشتغل موني بلدية، بنعمل لحد 30 منتج. تعاونيتنا مؤسسة بال99 كانت تقريبا شبه متوقفة عن العمل لحد 2012 جيت استلمت أنا لحد 23، يعني حسنا فيها 60-70%. كل منتجين ثلاثة بناخد بنفحصهم بغرفة الصناعة والتجارة، اخدين تاك بدبسة والرمام بمربى البندورة كذا منتج. يعني ما بينشبع منهم عاملين هالمكدوسات لفتوه نظري، لمعتهم حلوه شكلهم حلو. رح اخد معي مرتبين وضوقهم مكدوسات فنيدق ببسبينا. يلا الحقوني. جمال الطبيعه، الاشجار الحلوين، وشفتوا الدرون عم بيطلع من فوق. وصلنا على بسبينا. بسبينا ضيعة صغيرة بعكار. نحن هلا بموقع وادي الدير، هذا موقع ديني أثري وبيئي. دير مار بطرس وبولس، بقايا الدير موجودين من العهد البيزنطي، ورجع الدير ترمم عن أيام الصليبيين. بسبينا رائعة، شفتوها هلا بالدرون، خضار مش معقول، نباتات رائعة، جبال بتعقد، وعم تخيل قديش واحد بيقدر يبرم يتمشى يروح يجي، وصوت المي اللي عم يلحقنا من هون ومن هون. طعمة الأرض وطعمة الطبيعة، وهون بالضيعة بيقولوا أنظف مي بلبنان. الفرن بلشت سنة 2019، معنا 5-6 سنين. عجينتي طيبة، سؤال الشباب لأنه بنعمل من القلب مثل ما بيقولوا. بنعمل جميع المعجنات اللي بتطلبها بتلاقيها موجودة. بشو مميز إذا بدي أدوق شغلة واحدة كتير منها؟ طاير مقريش، هيدا الأساس. ايه طاير مقريش كتير كتير طيبة مهوني، هو كله طيب بس بفضلوا الفطير مقريش كتير طيبة، لأنه القريش أنا بقرشه على إيدي والزبدة بلدية. سخنت شوي العجين، استوت كتير بسرعة، وبقلبها قريش مدهونة معملها ميك اب من برا، لمعتها كتير حلوة بالزبدة الموجودة من برا، ريحة العجينة بتاخد العقل، ريحة اللبن المجمد خلينا نسميه روعة. تعتبر هيدي الكنيسة من الفن البيزنطي، بنيت بال 1880، بتنشهر بالايكونستاس اللي انعمل بال 1906. رواق بيحكي عنا، خضار بيحكي عنا، الالوان بتحكي عنا. اذا عبالكن هيك تبعدوا عن الناس، تقعدوا وحدكن، تتقربوا من الطبيعه، من ربكن، من الارض، بتجوا لهون. بتجوا لهون اكيد للفواكه اللي بتشاهي، يلي واقفه بعدها على كل هالشجر. بتوقفوا هون كرمال الزيتون، كرمال الخضار، كرمال الطبيعه. نقول عيسى من بسبينا عكار. بدأت من كان عمري 13 سنة، بدأت بالرسم. طبعاً ما كنت مبلش بالمسرح، لأنه أنا شغلي رسم مسرح وشوية شعر. يعني بلشنا بقلم رصاص ثم تطورنا إلى الألوان.
بتوصلوا على بسبينا كرمال الترويقة الطيبة، كرمال النوم إذا بدكن، وكرمال تقضوا وقت كتير حلو مع الناس اللي عايشة هون صيف شتاء وناطرة تستقبلكن بضحكة كتير كبيرة. أنا لهون أكيد راجع. دقيقة، شفت الخرمة على الشجرة. أنا لهون أكيد 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 راجع، ومش فالل بلا ما أكل خرمة. لقيتها صغيرة بس بتشح. لقيتها. تعال نسألنا إذا في شي أوضة نوم بالضيعة نقضي الليلة هون. واو، نحن هلأ موجودين بقلب بلدي القديمة على الطريق العام قدام شير الصخر الأثري. هذا الشير اللي عمره من أيام الفينيقيين عبارة عن غرف محفورة بالصخر، ولكن هي اللي شايفينه نحن قدامنا ما كان له وجود لولا كان في سبب وحيد للاستقرار الحياة عنا، وهو نبع للماء. نحن ما في عنا نهر بالضيعة، نحن لولا نبع اسمه نبع التروع يلي بيمرق من غرب الضيعة وبينزل صوب طرابلس. لولا هذا النبع نحن ما كان في عنا حياة واستقرار بالبلدة. هود الغرف اللي احنا شايفينهم هون هني عبارة عن غرف محفورة بالصخر بتشبه المدافن. في عنا بأميون آخر إحصاء عملناه حوالي 69 غرفة شبيهة بالموقع. أميون قد ما نبرم فيها ما بنعطيها حقها، أميون قد ما نصورها بيضل في إشي تتصور. اليوم مع نقولة رح نعمل برمي ونجرب قد ما بنقدر نفرجيكم نبزة عنا، وانتو لازم تجوا شخصيا وتبرموها كلها سوا. يلا منبلش؟ أهلا وسهلا. Let's go. نحن هلأ صرنا بمغارة القديسي مارينا يلي بتصير قريبة من سرايا أميون. هي عبارة عن مدفنين قدم، مع الوقت نرجعوا نفتحوا ونوصلوا ببعضوا مع بداية المسيحية وتحول لكنيسة. هلأ إذا منجي منشوف نحن الكنيسة بالحالة الموجودة فيها هلأ، تقريباً نحن فينا ناخد فكرة عن حجم الغرف اللي موجودة بشير مار يوحنا يلي شفناه قبل، ولكن في بعض الغرف شوي أكبر من هون كعرض، ممكن توصل لحوالي 3 متار أو 3 متار ونص، ولكن الارتفاع اللي موجود هون هو أكبر من الموجودين فوق. نحن هلأ موجودين عند معبد وثني فينيقي قديم، حاليا تحول على كاتدرائية على اسم القديس جوارجوس. وهيدي الكاتدرائية فيها أخبار كتير وفيها أحاديث كتير، بتضم معلومات كتير مهمة عن تاريخ الحضارة بالبلدة، وهلأ رح نشوفها أنا وياك جوا. الكنيسة حاليا هي تحولت معبديات المسيحية لكنيسة، مثل كتير من المعابد الوثنية اللي تحولت على بالقرن الرابع ميلادي لكنائس مسيحية. الكنيسة تقريبا هي أخذت مساحة الهيكل القديم، منشوفها من خلال الحجار الكبيرة يلي بدير مدار الجدران تبع الكاتدرائية. نحن هلأ عم نمشي بقلب الكاتدرائية. القسم النصاني هو على اسم القديس الكنيسة على اسم القديس جوارجوس شفيع الكاتدرائية. الكنيسة الشمالية على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، والكنيسة الجنوبية على اسم النبي إيليا الغيور. أهم شيء موجود فيها إنها عبارة عن متحف حي للأيقونات الدينية المرسومة باليد، مش عم نحكي إنه بس صور معلقة. بتحتضن حوالي 90 أيقونة على الأقل مرسومة باليد من القرن 18 و19. كمان في عنا نحن
أيقونة ولد إله العجائبية. سنة 1995 صارت تنضح زيت وصار في أكثر من عجيبة بشفاعة ولد الإله بالأيقونة. فوت على الكنيسة منقعد منصلي أكيد ومنطلع بكل التفصيل، وما لازم ننسى نطلع على الزخرفات، على الحجار، على الوجوه، على كل قطعة وكل شقفة عملت تاريخ كتير مهم وعملت من لبنان لبنان، لبنان التاريخ، لبنان العصور، لبنان هالكل حضارات اللي قطعت من هون. لبنان كيف ما كان حلو، بشمساته حلوين، بشتواته حلوين، لبنان أحلى بلد بالعالم بناسه، بأكله، بقعداته، بطرقاته. إذا عبالكم تعرفوا معلومات أكتر وعبالكم تزوروا أكتر أو عبالكم حدا يساعدكم، فيكم تحكم على الكومنتي اللي أرقامه تحت بالدسكريبشن، تيضل لبنان واقف، تيضل لبنان حلو، تتحبوا لبنان يلي يمكن ما بتعرفوه كتير، لازم تكتشفوه.